اهلا بحضراتكم مره ثانيه برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده وضيف في حضراتكم في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم معاه بالرؤيه التحليليه المميزه طبعا دوري ابطال اوروبا وكمان على مستوى البريمير ليج سعيد مساء الخير عليك منورنا مساء الخير عليك يا كابتن واهلا بحضرتك اخبارك ايه الحمد لله يا كابتن طبعا عندنا يعني مباريات قويه جدا جدا على مستوى دوري ابطال اوروبا ان شاء الله بكره وبعده لكن قبل ما نتكلم عليهم عايزك تقول لي رؤيتك ايه للاربع مباريات اللي فاتوا الاسبوع اللي فات كان في مباريات قويه جدا صحيح. جدا جدا اعرف برضو يعني رؤيتك ايه للمباريات اللي فاتت يعني نقدر نقول بشكل عام ان المباريات الاسبوع الماضي كانت هي المباريات الاقوى راي. او اللي كان فيها تنافسيه اكبر كنا منتظرين منتظرينها بشكل جماهيري اكبر باريس سان جيرمان قدم واحده من افضل مبارياته طوال هذا الموسم سواء على المستوى التكتيكي مستوى الجماهير وحتى على مستوى الافراد شفنا مباراة أفضل بكتير جدا لميسي وشفنا مباراة أفضل لمبابي كان غريب جدا جدا الاستسلام الكامل لريال مدريد وده مش متعودين على ريال مدريد ده بالشكل ده بصراحه وبالتاكيد احنا يعني كان متوقع ان ريال مدريد مش هيندفع مش هيهاجم لكن فكره غياب التحول كليا وعدم تنظيم اي هجمه ما شفناش لريال مدريد هجمه آه آه منظمه ما شفناش قدره على الاختراق ما شفناش صناعه فرص يمكن بوكتينيو قدم درس تكتيكي عظيم جدا آه يخلينا نقول ان التقارير اللي بتتكلم النهارده في الصحافه الانجليزيه على ان لاعبي مانشستر يونايتد بيطالبوا ان يكون مديرهم الفني الموسم المقبل هي. امر واقعي جدا لانه فعليا رجل دماغه عاليه جدا والتكتيك بيفاجئنا بيه في المباريات الكبيره بالتحديد بزبط. فقدم جيم عالي جدا بيقول ان باريس سان هو الطرف الاقوى مش بس الطرف الاقوى امام مدريد لكنه واحد من اقوى الاطراف القادره على التنافس حتى اللحظه الاخيره في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم وبنشوف ان احنا هنكون امام مباراه صعبه جدا جدا في سانتياغو لريال مدريد بالتحديد لانه مطالب باستبدال الفلسفه اللي انتهجها كليا في باريس وبالتالي هتظهر مساحات اكتر وبالتالي قدره باريس على ايجاد الفرص وايجاد المساحات هتكون اعلى وهنا هتكون فرص باريس للتسجيل اكبر لكن ده هيتوقف على ايه هل هو هيراهن على نفس الثلاثي في غياب نيمار او جلوس نيمار بديل ولا على اعتماد على نيمار انا في اعتقادي ان ملعب واحد لا يحتمل نيمار وميسي مثل ما ارى ايضا ان ملعب واحد لا يحتمل برونو فرنانديز ورونالدو في بعض اللاعبين ما يقدروش يلعبوا مع بعض لانك قصورهم في الادوار الدفاعيه بيأثر على الشكل ده صحيح حق. ده صحيح ده على مستوى طبعا بي اس جي والريال مدريد لكن صحيح. كمان كان خلينا سريعا قبل ما نخش على جولات انتر وليفربول جولات بكره وبعده المفاجاه اللي حصلت البايرن وتعادل اه تعادل امام طبعا سالزبورج النمساوي شفتوا ازاي سريعا بشوف ان بايرن ميونخ بيمر بفتره تذبذب في المستوى مش م. في افضل حالاته وده طبيعي جدا بعد ما تصل لقمه عطائك وقمه ادائك ان ده بتعيشه فترات معينه لكن متوقع جدا ان بايرن في الاياب هيقدم مباراه قويه والتعثر ده او ربما الناس التفتت ان البايرن لم يعد بنفس القوه ده يفيده لانه هيزيل من عليه الضغوط اللي واخدها الفتره الاخيره فانا اتوقع ان بايرن في ادوار اخرى هنشوف اشرس واقوى وسيظل منافس على البطوله اكيد طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف في جولات الغد ويوم الاربعاء ان شاء الله من بطوله ابطال اوروبا طبعا في اربع مباريات طبعا فيا ريال امام اليوفنتوس وتشيلسي امام ليل بنفيكا امام اياكس واتلتيكو مدريد امام المان يونايتد عايز اتكلم معاك على تشيلسي وخاصه صحيح. تشيلسي طبعا صاحب او يعني بطل النسخه السابقه امام ليل ليل بطل الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت ولكن يعني في المركز ال11 في صحيح. الدوري الفرنسي شايف المباراه ازاي انا بشوف ان في بالتاكيد زي ما حضرتك ذكرت كابتن هاني فجوه في المستويات ما بين آه ليل وتشيلسي سواء على المستوى الجماعي او حتى على مستوى الافراد والمهارات الفرديه فبالتاكيد على الورق بنقدر نقول ان تشيلسي يمتلك أفضلية لكن أنا في سؤال هنا بيخص تشيلسي بيهمني جدا إن الناس طوال الوقت بتتكلم على إن تشيلسي لم يعد مرشحا لدوري الأبطال بسبب المشاكل كتير حقيقي في مشاكل كتير حاصلة في تشيلسي في الفترة الأخيرة خلافات ما بين المدرب وعدد كبير من اللاعبين بسبب استراتيجية اللعب في خلاف بسبب إن عدد كبير من اللاعبين لم يجدد تعقده واحتمال كبير نشوف منهم أسماء خارج الفريق الموسم المقبل لكن في النهاية لما تصل الدور الثمانية في شامبيونز ليج كل ده بيتلاشى وبتنساه تماما اللاعب لما يكون قدامه خطوتين علشان يصل الى قمه كره القدم في العالم ونهايه دوري الابطال بيتناسى اي شيء فانت في الوقت ده انت بتشوف تسعين دقيقه فقط بتشوف فيها كل الطاقه كل الباور فبالتاكيد انا مازلت ارى تشيلسي مع توخل مع, مع هذه المجموعه من اللاعبين خاصه ان الادوار الاقصائيه لها طابع خاص تماما بعيدا عن الدوري فبالتالي يبقى تشيلسي واحد من المرشحين وهيبقى ند مد... سعيد كمان على مستوى اعتقادي الشخصي كان طبعا كل طرف او كل نادي من التوب فور بنتكلم على البريمير ليج بيكون طموحها هو البريمير ليج دوري ابطال اوروبا وبالتالي كمان بعد تشيلسي شويه عن المنافسه للحصول على البريمير ليج فاصبح الهدف الاكبر تركيزه هو التركيز على ده, ده عامل مهم الشامبي. جدا يا كابتن هاني طبعا بالتاكيد ده برده عامل مهم جدا بيخليه يركز في البطوله بشكل اكبر لانه يقدر يعمل عمليه التدوير صحيح. في البريمير ليج يريح لعيبته ونجومه اللي هو يعتمد عليهم في الابطال فده هيضيف له اريحيه اكبر فانا بشوف ان تشيلسي في في الادوار الاقصائيه والادوار المقبله ما زال ند قوي جدا لاي خصم خاصه انه يعني ربما الفريق الافضل في الادوار المقبله في تضييق المساحات يعني هو اكتر فريق بيعرف يدافع كويس بيعرف يدير المساحات كويس وكونه مش مطالب بسياسه الثلاث نقط اللي هي في البريمير ليج او في الدوري دي بتخليه عنده صبر اعلى فدي بتبقى هي الفلسفه اللي دايما هي سر النجاح في الابطال يمكن جوارديولا طوال الوقت بيخسر لانه لا يمتلك صبر الاخرين في فجوه في الشكل اللي بيقدمه كرة قدم مثالية بيقدمها في حين ان ناس تانية بتلعب بشكل برجماتي بتبحث عن الانتصار بأي طريقة لكن هي دي فلسفة الأبطال فأظن وأعتقد ان مازال تشيلسي قادر بشدة طب على طب انا وانت نشوف طخل المدير الفني لتشيلسي قال ايه قبل لقاءه بكرة اللقاء الهام في طبعا دوري أبطال أوروبا أمام بطل فرنسا ليل نشوف مع حضراتكم يجب ألا نفكر ماليا في كيف يرانا الآخرون على أننا فريق ضخم وهو المرشح للفوز بالمباراة ضد الليل ويجب علينا أن نتقبل أننا نمر في الوقت الراهن بمرحلة هي الأكثر صعوبة من المراحل الأخرى وعلينا تقبل ذلك وضع مباراة الثلاثاء هو كالتالي سنلعب أولا على ستات سانفورد بريدج، ستات تشيلسي، ونحن واثقون بأننا سنقدم أداء جيدا لأننا نلعب دائما بمستوى مرتفع في المباريات الإقصائية ومباريات الكأس ومباريات دوري أبطال أوروبا، سنجد أيضا مساندة كبيرة من جماهيرنا، هذا هو الأمر المهم وعلينا أن نتقدم الخطوة بعد الأخرى. سعيد واضح انه مركز جدا وهو عنده فلسفه ان انا اه الناس بترشحني ان انا اكون الاقوى او على البطوله لكن ده ما يهمنيش يهمني الملعب ليه طبعا هم عباقرة في الاعداد وهم ناس فاهمه كويس جدا ان المباراه ابتدت هنا في المؤتمر الصحفي وبتنتهي هنا ايضا في المؤتمر الصحفي فبالتالي كلام واضح جدا انا ضد الافضليه اللي الناس بتصورها مش بس كده لا انا مع ان احنا في وضعيه صعبه حاليا يعني هو بيقول لك لا احنا احنا حالنا بقى صعب جدا اللي هو بيحاول يشيل الضغوط من على لعيبته بيقول ان ان المباراه يعني 90 دقيقه في الملعب فهو بيحاول يشيل الضغوط من على لعيبته لكن هو مدرك تماما انه قادر يتجاوز الليل وباريحيه كمان لكن دايما مهم جدا ان انت تشيل الضغوط من على لعيبتك <applause> وده اللي بيعمله صحيح جدا. صحيح, صحيح. زي ما بتكلم مع <applause> حضراتكم يمكن الهدف الاكبر دلوقتي الهدف الاكبر لتشيلسي هو الحصول على دوري ابطال اوروبا لان كمان على مستوى البريمير ليج ابتعد شويه تشيلسي وبقى في المركز الثالث تعالى سعيد نشوف نتائج نسيب شويه دوري الابطال ونروح للبريمير ليج نشوف نتائج الجوله الاخيره من البريمير ليج ومن خلالها نحلل كمان يعني طبعا ده النتائج وست هام وتعادل 1-1 واحد واحد امام نيوكاسل ارسنال 2-1 امام برينتفورد استون فيلا والهزيمه امام واتفورد 1-0 ليفربول طبعا والفوز 3-1 على نورث سيتي ساوث هامبتون بيفوز 2-0 على ايفرتون وكريستال بالاس بينهزم يعني امام تشيلسي ب 1-0 برايتون بالهزيمه بي امام بيرنلي 3-0 مانشستر يونايتد طبعا والفوز الم... اسف مانشستر سيتي والهزيمه امام توتنهام مفاجاه بنتيجه 3-2 ليدز يونايتد والهزيمه امام مانشستر يونايتد 4-2 وولف هامبتون والفوز على ليستر سيتي 2-0 واحد نتائج في نتائج مفاجات بالنسبه لك بالنسبه لهذه طبعا الدوله طبعا مانشستر سيتي هزيمه كانت غير متوقعه مش تقليلا من كونتي ولا تقليلا من توتنهام فريق كبير جدا لكن الحاله والفتره الاخيره بتقول ان سيتي قادر باريحيه في ملعبه انه يحصل على ثلاث نقاط لكن في هذه المباراه كعادته جوارديولا ارتكب اخطاء كبيره جدا بسبب اعداده لمباراه هو بيشوفها مهمه فاحنا <applause> احنا هنتكلم انا وانت يمكن هنطلع فاصل بعد ما نخلص ونتكلم بقى بالتفصيل عن المباراه لان المباراه كانت مباراه صحيح. قوية جدا جدا وطبعا توتنهام كان في يعني في للفوز لإعادة الثقة بشكل كبير لكن خلينا نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح ووصوله للهدف 150 في البريمير ليج من خلال طبعا فوز ليفربول على نورسيتي شفت المباراة ازاي؟ آه طبعا دخول محمد صلاح بهذا الشكل السريع كان مهم جدا مش بس ليه مهم لليفربول مهم للكلوب علشان كده كلوب كان حريص منذ اللحظة الأولى لخسارة المنتخب الوطني في الكاميرون أنه يتواصل مع صلاح وأنه ما يرجعش على القاهرة يكون اليوم التالي في ليفربول ومعاه في الملعب زي ما شفنا في الصور وإزاي هو بدأ يعده ويجهزه نفسيا أنا ما كانش عندي شك واحد في المئة أن صلاح هيتاخر وما كانش عندي شك مش بس عشان عقليه صلاح وتطوره لا علشان كمان كلوب رجل بارع جدا في هذه المهام دايما مقوله بيرددها طول الوقت في المؤتمرات الصحفيه ان الجميع يسقط لكن الضعفاء فقط لا ينهضون ثانيه ومن هنا هو بيعمل على ازاي يعيدك مره اخرى بعد الكبوات فبالتالي اشتغل بشكل كويس جدا مع صلاح شفنا صلاح بيعود اقوى واشرس ونفسه مفتوحه جدا جدا وصل لرقم قياسي عظيم نشوف الحفاوه الكبيره في وقت جدا اصبح محمد صلاح مش بس بينافس لعيب البريمير ليج في هذا في هذه الفتره وهذا الزمن لكنه بيناطح لاعبين عظماء جدا 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 برازيليين وارجنتين الكرة, الكره العالميه دي بشكل عام فبالتالي صلاح كل يوم بيضع نفسه في مكانه اعلى بكتير جدا نتمنى استمراريته على هذا المستوى ان شاء الله لنهايه الموسم لان طبعا هيكون مهم جدا في صراعه الفردي على جائزه افضل لاعب في العالم اكيد كلنا فخورين بنجمنا الكبير محمد صلاح ووصوله لهدف 150 في البريمير ليج، كمان على مستوى التأهيل اللي اتكلم عليه سعيد دور مهم جدا 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 للمدير الفني، المدير الفني مش تكتيك بس لكن جزء مهم جدا من شخصية المدربين هو إزاي يتعامل مع اللاعبين أوقات الصعبة، ومحمد صلاح أكيد كان بيمر بوقت صعب بعد طبعا خسارتنا كأس أمم أفريقيا، ولكن سريعا وبشخصية محمد صلاح وبتأهيل النفسي ليورجن كلوب عاد صلاح أقوى مما كان واحرز هدف امام نور سيتي عشان يصل للهدف 150 في البريمير ليج مزيد من الاهداف ان شاء الله والتوفيق لمحمد صلاح لكن كمان على المستوى الاداره الفنيه نشوف مع حضراتكم يورجن كلوب قال ايه بعد الفوز 3-1 على نورد سيتي